ماتي لازم تبلغ البوليس. بلغ البوليس اقول لهم ايه؟ بس ده انا قلت لمراتي كانت هتوديني مستشفى المجانين، ما بالك بقى لو قلت البوليس ممكن يعملوا فيا ايه؟ انا هشهد معاك، على الاقل خليهم يراقبوا التليفون. يبقى اروح في 60 داهية. انا ممكن اتسجن بسبب المكالمات دي. انت ليه سمعت كلام؟ عشان وهمني في الاول ان انا عملت جريمه، بعد كده خلاني غلطت بجد. خلاص فات الاوان. يعني ايه؟ هتفضل سايبه يتحكم فيك وفينا كده عادي؟ كنت هوصل له النهارده. وبعد ما توصل له هتعمل ايه؟ هتمسكه توديه القسم؟ ما هي هي. لا مش هي. انا لو مسكته ممكن اخليه يعترف. ايه؟ هتجبره بقى انه يعترف؟ يعني انا مش عايزك تعمل حاجه مش قانونيه. خلينا نبلغ البوليس، وحتى لو كنت عملت حاجة غلط هنقول ان ده تحت ضغط او ابتزاز. يعني انت مفيش عليك اي تهم. تنسيت ان انا محامي ولا ايه؟ انا عارف كويس قوي لو رحت قلت للبوليس الكلام ده من غير ما يكون معايا دليل مادي على براءتي هيعملوا معايا ايه؟ انا محتاج اسبوع واحد بس، اسبوع هخلص فيه الموضوع ده، ولو يا ستي ما حصلش بعملي اللي انت عايزاه. يعني انت عايز نفضل شايفانا عايشين في خطر كده واسكت؟ لا، لو عايزه تساعديني بجد حاولي تفتكري الفترة اللي فاتت في حياتك حصلت حاجة غريبة، حاجة مش طبيعية. أكتر من اللي حصل؟ لا أنا قصدي يعني بعد ما عرفتي الموضوع. مفيش حد سألك على حاجة، حاولي يعرف منك معلومة، حاولي يراقبك مثلا. غير حسين عجو؟ غيره. تفتكر المخدرات اللي كانت بتجيلنا على البيت دي ليها علاقة بالموضوع؟ أفتكر. أنت كده بدأت تفكري صح، أكيد اللي بعت المخدرات له علاقة باللي بيحصل. يبقى طبعا صلاح فياض. لا مش صلاح فياض. صلاح فياض جبان وخلاص وصل اللي هو عايزه. ما ينفعش يبعت لك حاجات على البيت يخفيه خسر يا سيد، هما خلاص بقوا سمنة على العسل. اللي بيعمل كده عارفك كويس، عارف إنك ممكن تضعفي قصاد حاجة زي كده. في واحدة صاحبتي قابلتها في المدرسة، هي صاحبتي من زمان، كان عندها نفس المشكلة بتاعتي وكانت بتحاول تقنعني ان انا ارجع تاني. كنت في المدرسة بتعمل ايه؟ هي قالت لي ان بنتها في نفس المدرسة، بس انا لما روحت سألت بعد كده قالوا لي انها ما اتجوزتش اصلا. تفتكر كانت جاية تقابلني انا؟ الكلام ده كان قبل ما يبعت لك مخدرات ولا بعدها؟ لا بعدها. حلو قوي. اسمها ايه الست دي؟ عزة المنصوري. تعرف توصل لها؟ اه طبعا، ممكن اكلمها واقابلها وتحلبها في الكلام. لا 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 مش عايزك تعملي حاجه خالص، عايزك تستني لغايه بكره وانا هقول لك هنعمل ايه بالظبط، ولغايه ما نوصل للي احنا عايزينه وعايزك تتصرفي عادي خالص اكن مفيش حاجه بتحصل. وعايزك كمان تاخدي بالك من حبيبك كويس، ما تغيبش عن نظرك لحظه واحده. صباح الخير يا اسراء. صباح النور يا استاذ علي. على فكره في واحد اتصل بيك. مين؟ الاستاذ لطفي العسال، اخو حسن العسال، الولد ده عند الاستاذ ياسين. عارفه. بيقول لحضرتك يا ريت تكلمه ضروري، وكان عايز رقم موبايلك بس انا ما رضيتش اديه له. هكلمه. الو. ازيك يا استاذ علي؟ طب ما انت معاك رقم اهو. اكيد، بس ما احبش اكون تقيل. انا اتكلمت في المكتب بفكرك بس كده من بعيد لبعيد، و
وانا عارف متاكد انك هتلتزم بوعدك معايا. طبعا. الجلسه الاولانيه بتاعت حسن اخويا الرابط، ظبط مواعيدك وكلمني عشان نتقابل ورسيك على الليله. حاضر ان شاء الله. مع السلامه يا استاذ علي. مع السلامه. ايوه نصر، تعالي لي عشان عايزك ضروري. حالا. ها صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. المستشار مصطفى كان في النيابه النهارده وقالوا له ان المخفي طليق شيرين اعترف. اعترف ايه؟ ان هو اللي ضرب حضرتك. هو ده اللي ضرب. ايه؟ لا ولا حاجة، خلي المستشار مصطفى يتابع الموضوع. حاضر. الأستاذ سامح السرفي اتصل وعايز يقابل حضرتك النهارده ضروري. لا لا لا، قولي له إن أنا تعبان، أنا مش في المكتب. ولا أقول لك ممكن أقابله مثلا بعد بكرة، وحدد لي معايا الميعاد. حاضر. اتفضل. صباح الخير. صباح النور، تعالي. إيه ده، أنت لسه بتقراها؟ حاول الاقي حاجه بدل الفلاشه اللي سرقت. هو ايه الاخبار؟ لسه مفيش فايده، مش عارف اعمل ايه. ايا كانت الصعوبه كمل. انا عارفه طبعا ان انا صاحبه مصلحه في الموضوع ده، بس بجد اعتبرها زيها زي اي قضيه وكملها. انت عارفه ان سامح السرفي طلب انه يقابلني؟ لا، هعرف منين؟ صح؟ طلب ان هو يقابلني وانا قلت المدام ندى تقول له ان انا تعبان. الحقيقه انا مش تعبان ولا حاجه، بس يعني مزاجي مش رايق، مش ناقصه سامح السرفي كمان. طب وايه هتقابل؟ على بعد بكره كده اكون بس عرفت اخد قرار انا هعمل ايه. طب بقول لك ايه؟ ما تسيب اللي في ايدك ده وننزل نتغدى شويه ونشوف موضوع مزاجك ده اخباره ايه؟ واضح ان انت بقى مش عارفه حاجه. لا. ندى ما قالتلكيش؟ قالت لي اتضح ان ايهاب طليقك هو اللي ضربني بالنار. انا اسفه يا ياسين، لولا ما كانش في حاجه من دي هتحصل. مش بلومك طبعا، انت مش غلطانه في حاجه، الغلطه مش غلطتك. عارف يا ياسين، انا مفيش يوم بيعدي عليا إلا وبتمنى إنك كنت تبقى أول راجل في حياتي. مفيش حد بيختار ماضي، بس بوعدك وحياة غلاوتك عندي إن كل اللي جاي من عمري هقضيه وأنا بحاول أساعدك. ازيك يا شيرين؟ عاملة ايه؟ اتفضلي. عطلك عن حاجة؟ لا ابدا، انا تقريبا اليومين دول ما بعملش اي حاجة. عملت ايه مع العسال؟ عادي، طلبت منه خدمة والراجل ما اتأخرش. ليه ما بيكلمنيش كوري؟ علي، عايزة اقول لك انه لو ربنا تمم الخير مع ياسين علاقتي بدينا هتبقى كويسة قوي. أنا عارفة إن هي مش طايقاني، بس بجد أحاول أعمل اللي أقدر عليها عشان تغير نظرتها ليا. إن شاء الله كله هيبقى كويس، يعني في الأول وفي الآخر أنت هتتجوزي واحد في مقام والدها، يعني هتبقوا قريبين من بعض، أكيد العلاقة هتتحسن يعني. وأنت إيه رأيك؟ في إيه؟ الجوازة. رأيي إزاي يعني؟ علي، على فكرة رأيك مهم جدا بالنسبة لي. أوقات كتير بقول لو علي مكاني ممكن يتصرف إزاي، أو حتى لو كلمته وخدت رأيه ممكن يقول لي إيه. بس بتهيألي المرة دي اتأخرتي شوية.
يعني اظن دلوقتي رايي ملوش اي لازمه. وعشان تطمني يا ستي هقول لك برضو انا فرحان لكم جدا والله. انت بنامك كويسه والاستاذ ياسين انا راجل بحبه وبحترمه. يعني ان شاء الله ربنا هيكرم في الجوازه دي. بتجاملني صح؟ لا 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 ابدا والله ده رايي بجد. يعني انت شايفه مبسوط؟ في انت شايفه ايه؟ بس النهارده عرف انه ايهاب طليقي هو اللي ضرب عليه نار. من ساعتها هو متغير معايا قوي. طب وانت ذنبك ايه في حاجه زي كده؟ طب هو ما جالكوش البيت قريب يتكلم عني، جاب سيره الفرح، الجواز، اي حاجه؟ لا اخر مره لما كنتوا عندنا في البيت وديكي شفتي حصل ايه بعد كده، يعني اكيد الراجل مش فايق. طب بقول لك ايه، ممكن تدخل له كده وتتكلم معاه في اي حاجه وتجيب سيرتي في النص تشوف هيقول لك ايه. في ايه يا شيرين، انت مكبره الموضوع قوي. انا اعرف الاستاذ كويس واعرف كمان ان الموضوع زي موضوع ايهاب ده مش ممكن يخليه يغير فكرته عنك ولا ياخد منك موقف. ما تقلقيش. مالك في ايه؟ ياسين اخر امل ليا يا علي. لو سابني انا ممكن اموت. لا لا يا الله، ليه بس بتقولي كده؟ علي انا غلطت، انا غلطت غلطه كبيره قوي، ولو عارفها عمره ما هيسامحني وممكن يطردني ويسيبني عشان خاطري، عشان خاطري روح له كلمه شوف هيقول عني ايه، عشان خاطري هتسيرتي قدامه كده وشوف هيقول لك. حاضر، روحي على مكتبك دلوقتي وانا شويه كده واخش له. ميرسي.